كلينيك صوت لبنان منحييكم مشاهدينا ومستمعينا. لما كنا نقول لبنان مستشفى الشرق، مستشفى الشرق فعلا، وبرغم كل الأزمات وكل ما مرينا ونمر به بيبقى لبنان مستشفى الشرق. اليوم هي الأولى من نوعها بلبنان بتنعمل. رح نحكي أكتر عن جراحة، عن تقنية حديثة تجرى للمرة الأولى بمستشفى سان جون، المركز الطبي التابع للأيو. تفاصيل هالجراحة مع ضيف الدكتور روبير فخوري، اختصاصي أمراض قلب وشرايين ورئيس قسم القلب بمستشفى سان جون جوني، المركز الطبي التابع للأيو. منحييك دكتور فخوري. موجود سيدي، كيفي؟ الحمد لله. منقول انه برغم كل شيء الحمد لله بعده القطاع الطبي مش بس صامد، كمان بعده القطاع الطبي بلبنان يعني عم بيعمل اكثر ما هو مطلوب منه بهالظرف. لا، عم يعمل واجباته سيدي. نحن عم نعمل واجباتنا بالحقيقه، يعني برغم كل الظروف نحن موجودين، نحن ما تركنا، ونحن بعدنا عم نتابع نشي تقنيات عم تصير برا بالعالم، وعم نجيبها على لبنان وعم نشتغلها، يعني عم نخلي المريض اللبناني يستفيد من كل التقنيات الموجودة كرمال صحته. يعني عم بتسخروا كل طاقاتكم بسبيل المريض لحتى كل ما هنالك من تسهيلات ومن جراحات وتقنيات تقدروا وخبرات كمان من خلالكم تنقلوها لهالمريض. مظبوط. يوم احنا عم نحكي عن جراحة، او انت بدك تفسرنا هي الاولى من نوعها بلبنان اجريتها حضرتك بمستشفى سان جون بجول. مظبوط سيدي، بس حدد هيك مش جراحة، نحن هيدي خلال تقنية بالتمييل، يعني بالكولونوجرافي أو بالكاردياكات ضمن غرفة التمييل بتصير هيدي معنا، منا جراحة. يعني نحن المريض بيكون عنده بنج موضعي بإيده عاملين له إيه، عم نمارس كيف عم نعمل الميل والرصور عادة، بس لما يكون في عنا تصلب شرايين كتير قوي وتكلس ما بيفوت البالون، احنا هدفنا نفتح الشريان. الطريقة التقليدية هي بنفوت بالبالون وتنقدر نوزع المجرى ليفوت الستاند الرصور ونحطه. في اوقات بيكون هالشريان كتير متصلبين ومكلسين ما بيفوت البالون. من زمان ما كنا نقدر نعمل شيء، كنا نوقف هون يا نبعث المريض على الجراحة يا اما ما نقدر نعمل له شيء نبلش بالإدمان. هلا في تقنيات جديده موجوده عم نقدر نستعملها. دكتور هيك يعني لنحكي شوي، كنا بنقطه انه قديش لها هالتقنيه من موجوده خارج لبنان وليش لهلا لا ادخلتوها الى البروتوكول، فينا نقول بروتوكول العلاجي بموضوع الشرايين وتصلبها. صح. هلا بس هيك شغله انه كنا عم نحكي انه هي منه عمل جراحي، فنقول تنحدد لنا احنا عم نجرب نهرب مرضانا من العمليات، نجرب الزبينة ما نخليه نوصل لعملية القلب المفتوح ونكتلهم طرق فما نعمل عملية جراحية. هلا هي التكنيك بالذات إلى فترة يعني إلنا 8 سنين تستعمل برا بتعرف بأمريكا، تقطع بفترات تجارب ما بتصير متاحة لكل العالم، بتصير عليها دراسات كثيرة، نسبة الخطورة ونسبة النجاح، كل هودي أمور تندرس عالميا يعني برا. استعمل ببرا بأمريكا واليوروب، استعمل بالخليج بدول الإمارات والسعودية، ونحن بحسن حظ قدرنا بالتعاون مع الشركات، لأن نحن ما منجيبهم على صعيد شخصي ولا على صعيد مستشفى، في شركة كبيرة عالمية مثل هون شركة أبوت اللي هي جابة هيدا الجهاز على لبنان، سو ننطق هن يجيبون إنه بيسألونا إذا فينا مجال نستعمله بلبنان، نحن أكيد بنكون بوزيتيف بهذا الموضوع، لأن أكيد في مجال إنه نحن التقنيات نعرفها وشغالين عليها برا، سو من بس يوصلوا يصيروا متوفرين نحن بنستعملهم دغري.
هل بدها يعني كفاءة حتى تتأخر هالقد؟ وقلت لي إنه دراسات بتنعمل قبل ما دراسات، يعني إذا فينا نقول على الناس قبل ما تتصدر أو قبل ما يعني تجي على لبنان. بمراحل هون بإيه؟ هون بدها فريق متقدمة طبي يتدرب على هالتقنية كيف يستعملها؟ أكيد أكيد، مش بس الحكيم، الطبيب بده يتمرن عليها، كل التكنيشنز اللي بيشتغلوا معنا، النيرس اللي بيشتغلوا معنا، يعني في طاقم كله. احنا بنشتغل از تيم، والتيم كله هو بيشتغل، بده يتمرن، بده يكون عنده خبره، وبده يكون اشتغل عليها، فنقدر احنا بنشتغل اول مره ما بنجرب. نحن بيكون عندنا خبره، نعمل نشتغل ونعمل ونرجع نستعمل. طيب حكيت يعني قبل ما نكون بالمباشر لمن تستعمل، خلينا نرجع هيك نحكي بشكل مفصل شوي. هيدي التقنية اللي هي غير تقليدية، يعني الطريقة التقليدية كانت تتبع مع مين، وهلأ بالتقنية الحديثة لمين؟ شو المشاكل اللي بده يكون يعاني منها المريض حتى ما تقدروا تفتحوا الشرايين بالطريقة التقليدية؟ التقنية التقليدية مستمرة لكل العالم، يعني تحدد مظبوط كل ما بيجي عنده انسداد بالشريان. احنا من بعد ما نعمل الميل ببين معنا في شريان مسكر او مش مسكر. كل شيء نسبته فوق 70% هيدا ما بيزبط، ما بينحل. الدواء بده ينفتح عن طريق الميل، عن طريق البالون والصور. اجمالا اذا اللصوص الستاند بيفوت لوحده، نحن بنلجأ دغري للستاند، لان بالنهايه مجبورين بالستاند. اذا بنفتح الشريان ببالون سادة بيرجع هذا الشريان يسكر، بنكون عم نحكي بوضوح. ثانيا اللصوص ما بيقطع لانه في تضيق قاسي او في تكلس بهذا الشريان، اللصوص ما بيقطع، بنلجأ للبالون، نفتح البلاك على الانسداد اللي بنحكيه هو بلاك، نحن بنسميها طبيا بنقول اتس بلاك، نفتحها بالبالون، بكسرها بالبالون تيقدر الرصاص تبعنا يفوت وياخذ مطرحه وما يعود هذا الشريان يسكر مره ثانيه. نعم. بهم الحالات النادره، مش نادره، بس هلا عم نشوفهم اكثر واكثر، لان الانسان عم بيعيش اكثر، كل ما يعيش اكثر كل ما هود الشرايين يتعرضوا للتكلس اكثر. يعني لما يكون نسبة التكلس فيها كتير هيدي البلاك ما بتفتح على البالون، البالون ما بيكسرها. سو نحن بدنا نلجأ لتقنية نقدر نكسر الكالسيوم تنقدر نفوت. تقنيات قديمة كانت في عندنا تقنية اسمها الروتا بليتر، وهيدي موجودة عندنا من زمان، يعني إذا نحكي من زمان عم نحكي يعني تقريبا 10 سنين، بس هيدي كانت فيها نسبة خطورة معينة، كان في ريسك انه يصير في بيرفوريشن، في انديكيشن لكل نوع تكلس بالشرايين، في عندنا نحن طرق معينه. نعم. في تكلس اللي نحن كان بهالمريض بالذات اللي شفناه كانت ما بتمشي هيدي التقنيه الموجوده عندنا. عم نشوف هلا، رح شفنا الصور دكتور فخوري، ورح نشوف هلا بعد شوي الفيديو هو شرح عن هالتقنية كيف بتنعمل. مزبوط 100%. هلا هيدي الفيديو اللي عم يقدر يشوفنا ويسمعنا بنفس الوقت عم بيشوف كيف هالاوربيتال اتراكتور بهيدي الطريقه، الاوربيتال يعني عم تبرم بطريقه مثل الاوربت هيك، بس هي تبرم، وهي عم تبرم عم بتكسر هالتكلس الموجود اللي نحن ما قدرنا نخرقه بالبالون ولا نكسره بالبالون تبعنا. بهيدي الطريقه اللي عم تضمن فيها هالمكنه عم تكسر من دون ما تجرح ومن دون ما تخرق الشريان، اللي هي اهم نقطه عندنا اياها. يعني نحن ما بيهمنا نفتح الشريان ونخزي، نحن بيهمنا انه نفتحه من دون ما ناذي المريض. هون بتكون تكسرت البلاك، وبنقدر نلجا لطريقتنا التقليديه، نرجع نفوت ونحط الرسول مثل ما عم نشوف هلا، لانه بالنهايه اذا ما حطينا الرسول رح يرجع يسكر هذا الشريان، بس يقدر يفوت الرسول ستانت. يعني نحن بحاجه نسهل له الطريق، وهيدي التكنيك بتسهل الطريق ليفوت الرسول. لما تتكسر هلا شفناها، يعني مثل كيف حدا عم بيبرد مثل ما بنقول العظم.
اذا بدك. إذا هلا احنا فينا عم هيك نحكي تشوف. بمجموعة، احنا عم نحكي بتكلف ببلاك بقلب الشريان مكلسة، البالون ما بيقدر يكسرها، وين بيروح بنستعمل هالتكلسات؟ وين بتروح؟ تتكسر شقق كتير صغيرة، هودي البارتيكلز كتير صغيرة لدرجة انه هودي ما بيسكروا الشرايين. سو نحن في عنا واشنج سيستم بيكون عم نعطي بنفس الوقت دواء، عم نغسل هودي الشرايين، عم نعمل واشنج على طول، عم ننظف عم ننظف عم ننظف، فما يبقى ابدا هودي الترسبات بقلب الشرايين الصغيره، بس يطلعوا لبرا بفوتوا بقلب السيركوليشن وبيدوبوا وبيختفوا بقلب السيركوليشن، ما بيسكروا ولا شريان تاني رفيع بغير مصر. يعني نوعية الشرايين هي عامل مؤثر باستخدام هالتقنية؟ اكيد طبعا نحن ما بنعمله لكل الشرايين، او الشرايين اللي مكلسه اللي ما بنقدر نفتحها بالبالون التقليدي او الرسور، بنلجأ لنفتحها بهالطريقه، بنشيل الكالسيوم عن الشرايين من جوا تنصير نقدر نحط الستنت طبعا. طيب هلا سؤال الى جانب هالتقنيه، ليش هالقد الشرايين بتكون مكلسه؟ شو السبب لحتى تكون لهالدرجه واصل التكلس فيها؟ سؤال كثير حلو سيدي، هي الشغلة الأساسية، هي الشغلة الأساسية اللي عم نشوفها عم نواجهها نحن هي مع تقدم العمر، يعني كل ما نكبر بالعمر كل ما عم نشوفه، لأنه الطب قدم والإنسان صار عم بيميل عم بيعيش أكثر ومعدل الحياة عم يزيد، عم نشوف شرايين مكلسة أكثر، لأنه مع العمر كله رح يكلس، ما بيعود مثل قبل طري وسلس، يعني بيقطعوا فيه الرسوم والبالون بسهوله. اضف الى ذلك عوامل التدخين اللي كثير بتاثر على تسلل الشرايين، نحن بنقول لهم المرضى وقفوا الدخان، هم بيستنشقوا بهذا الموضوع، وبشفنا يعني مع كل مصايب اللي كنا نحن واقعين فيها بهالبلد، في صوره لما العالم قاعده حاطه قراجيل، يعني بالحرب حاطين قراجيل، ما لها علاقة على هذا الموضوع، بس نحن الدخان عندنا كثير مضر، بيزيد بنسبة التكلس بهود الشرايين وبيخلي قصة البالون التقليدي ما يفتح الشرايين بطريقة مثل ما نحن بدنا اياها، مضطر نلجأ لهودي الوسائل. طيب في حال العامل يلي كان سبب بتسكير الشرايين وتصلبها لازال موجود منهم، مثل ما ذكرت عامل التدخين، يعني هالمريض اوكي خضع لهيدي التقنية، حط رسار، بعدين رجع يضل يدخن وهالامور كلها، هل بتقدروا تستعملوا هالتقنية مرة تانية ومرة تالتة لفتح الشرايين؟ ايه هيدي نقدر نرجع نستعملها التقنية كذا مرة، بس في شروط، يعني انا بقلب الرسور بعد حديث، هلا اذا انا فكر الرسور تبعي بعد في شوية بريكوشنز الانديكيشن مانا 100% بقلب الرسور، نقدر نحن نلجأ لغير طرق ساعتها لنفتح حوض الشرايين، بس اذا فكر الشريان بغير مطرح ايه بنقدر نستعملها مرة تانية. اللي انعملت بمستشفى سان جون بجوني لمين انعملت؟ لأي مريض؟ لا مريض لا كيف لا مش يعني؟ لا الاسم، لأي مريض بأي عمر بأي حالة؟ هل كان قبل حاطط رسور من قبل؟ شو وضعه الصحي مريض. الطبي؟ هذا المريض اجى لانه عنده اوجاع بالصدر، عملنا له ميل طلع عنده الشريان اليمين مسكر 90% ومكلس. نحن جربنا دغري بالطريقه التقليديه، فوتنا البالون، صرنا ننفخ البالون، بالون ما كان يفتح البلاك دو كالسيوم، يعني ما كان يفتحها، كان الشريان على طول البالون يفتح من ورا ومن قدام ومن نص من ميه التكلس، يضل مسكر ما يقدر يفتح. اذا ما نطلع باكثر ننفخ اكثر البالون، معقول نكسر نخزو الشريان ونضرب المريض، فوقفنا لهون، انسحبنا، ما صار في ابدا اي مشاكل، قلنا للمريض هذا الشريان مكلس ما عم يفتح بالبالون عادي، بدنا نستعمل طريقه الاورجان اتراكتور اللي استعملناها نحن، طلبناها من الشركه وصلوا لنا اياها، عندنا مع ناس كمان من الشركه عندهم خبره فيها هي التقنيه،
وعملنا له اياها بعد اسبوع يعني، وفتحت وحطينا له ستول، والمريض كثير منيح طلع على بيته ثاني نهار وناجحه كانت 100% العمليه. رجعنا بعد فتره كان في مريض ثاني نفس الشيء عملناها عنده، وكمان مش حاله، كان على شريان الاساس بالمريض الثاني وكمان كانت ناجحه، والمريض صار ببيته يعني كثير بتقدر منيح. هالتقنية تكون عم تشتغل على أكثر من شريان بنفس عند نفس المريض؟ ايه اكيد. طيب بهيدا الإطار دكتور فخوري، كمان الأشخاص نساء ورجال يعني هون ما بتفرق حسب قديش بيدخن شو؟ نحن ما بنميز بين ايه ما الرجال بنمي. والنساء. بس لا، يمكن في نسبة أكتر بين الرجال والنساء، يمكن بيدخنوا أكتر. ما في إلا مضاعفات استعمال هالتقنية ولا أي مضاعفات؟ سيدي، ما في تقنية بالطب ما فيها مضاعفات. البالون العادي فيه مضاعفات، الرسول العادي فيه مضاعفات، حبة الدواء الصغيرة اللي بتاخديها إلى كله، بس نحن قدام إنه يسكر الشريان 100% ويعمل جرح على الميل ويموت. في إذا في عندي كريت، نحن بالطب بنشتغل بنعمل كالكوليشن للريسك تبع حيث الشريان يسكر ويعمل له جرحى ويموت المريض عالي كثير، وريسك انه يصير في لها تساي بيربوريشن اقل من 1%، اكيد باخذ الريسك اللي اقل طبعا من 1% وبخلص له حياته. هذا الريسك موجود، ما في شيء اسمه 0% ريسك، it doesn't exist، بس الريسك القليل نحن بنتقبله قدام الريسك الكبير اللي هو تسكير الشريان، الجرحى او توفى المريض. نعم. كمان بالنسبة لوقت هال يعني هن نحن بنسميها عملية، هي ما في منا جراحة مثل ما قلت، بس قديش وقتها؟ يعني بنعرف المين ما بده كتير وقت، وقتها استعمالها التقنية لفتح الشرايين بس قد ايه وقتها دكتور؟ عم بلاقي التليفون انا كان. ايه قد ايه وقتها؟ هذه التقنيه بتاخذ 10 دقائق زياده عن الوقت اللي بتاخذه عمليه البالون والرستور، لانه نحن عم نستعمل نفس السيستم نفس البروسيجر، بس بدنا 10 دقائق بهيدي المكنه بنرجع بنوقف بنكمل البالون والرستور التقليدي تبعنا، يعني عم نزيد 10% تقريبا بس من وقتنا. إذا صار في أمل للمرضى يلي يعني الطرق التقليدية ما بتنفع بحالتهم لفتح الشرايين المتصلبة والمكلسة، صار في تقنية حديثة هيك لحتى نختم بهالخلاصة بتشتغل على فتح هالشرايين وبعدين بينعمل الإجراء اللي مفروض كان يعني اللي كان بينعمل من قبل، صح هالخلاصة اللي خلاصة حلقتنا دكتور فخوري؟ اكزاكت 100% سيدي. بدي أشكرك دكتور روبرت فخوري، اختصاصي أمراض قلب وشرايين، رئيس قسم القلب بمستشفى سان جون جوني، المركز الطبي التابع للأيو، الأولى من نوعها بلبنان، استخدام هالتقنية معك ومع فريقك الطبي بهالمستشفى، وفعلا يعني بنشوف إنه دايما في أمل برغم من كل الصعاب. بنرجع هيك الأطباء والمستشفيات الجسم الطبي بيرجعوا بيوقفوا بيتحدوا كل الصعاب. شكرا لك دكتور فخوري، بشكر الأصدقاء المشاهدين والمستمعين يلي تابعونا بكلينيك.